هلا بنات، هسه راح نبدي بالسيشن. اول شيء اعرفكم بنفسي. اني مريم، مهندسه ميكاترونكس تكنيكال ليد باربي ميكر سبيس. اليوم انه موضوعنا هو 3 دي ديزاين. راح بالبدايه راح نشرح انه احنا ليش احنا كبنات ليش لازم نتعلم لل 3 دي ديزاين او التصميم بصوره عامه، ليش احنا ضروري نتعلمه، وشنو الخطوات اللي لازم احنا نتخذها حتى نتعلم التصميم، شنو لازم نسوي حتى نتعلم انه نصمم، يعني قبل انه ما نشتغل على برامج او نصمم شنو الخطوات. فانا راح ابدي لكم هسه. اول شيء انه نشير وياكم هسه احنا بالبدايه احنا ليش نتعلم التصميم وليش احنا كبنات لازم نتعلم التصميم. صار انه التصميم كان مثلا انه الفكره انه منحصره انه مثلا انه التصميم للشباب او التصميم الميكانيكي بس للشباب، بس هسه انه احنا بثوره صناعيه، ممكن انه انت التصميم انه انت تصممين الاكسسوارات مالتك، ممكن تصممين اثاث بيتك، ممكن تصممين الاكسسوارات اللي تحطيها مثلا ويا الاشياء الملائمه للبيت او للمطبخ او اشكال مثلا انت بصعوبه مثلا انه تحصليها بكل مكان. مثلا انه انت شفتي صوره عجبتك الصوره مثلا وتريدين تحصلين على نفس الغرض بس ما تقدرين شلون، ما تعرفين شلون تحصلي او ماكو في الطريقه توصلين بيه. فحاليا انه التصميم انه انت اذا تعلمتي راح تصممين، راح الفكره اللي عندك انه راح تصمميها، فبهاي الطريقه انه انت كل شيء راح يعجبك راح تصممي. اذا كانت من ناحيه كبنات اكسسوارات او اشياء بالاثاث تعجبكم، فكل هاي انه احنا ضروري انه نتعلمها. بالاضافه اللي تريد مثلا تتعلم انه اذا هي مجالها مثلا تصميم ميكانيكي، تصميم معماري، فراح انه احنا نبدي بخطوات بسيطه. احنا شلون نبدي نفكر شلون انه الفكره اللي عندنا. اول شيء انه احنا عندنا الايماجينيشن. الايماجينيشن هو الخيال، او شلون انه نتخيل شلون الافكار عندنا موجوده براسنا احنا. زين هاي الافكار اللي موجوده شلون راح نقدر نحولها الى تصاميم، وشلون ندرب نفسنا على الفكره، وشلون ندرب نفسنا حتى نبني الافكار. مثلا اكو هوايه عندهم مثلا انه يعرفون انه عادي، يعرفون انه يصممون ببرامج هندسية مثلا، يعرفون يصممون بالسوليد، يستخدمون البرنامج، يعرفون يستخدمون السوليد وورك او فيوجن او اي سوفت وير للديزاين، بس انه ما يعرفون شلون يبدون انه بالفكرة اللي عندهم، او شلون يبنون الفكرة براسهم، شلون يبنوها وشلون يحولوها الى تصميم، وشلون يبدون بالتصاميم. ابسط شغله احنا يعني نمارس هذا الخيال حتى من احنا صغار. اول شيء لعبه المكعبات او الليجو، انه شلون احنا نبدي نفكر. فاحنا نفس الشيء انه هذا ايش قد انه نمارس بهاي الشغله التفكير انه احنا راح نتطور. فمثلا ابدي بشغله الليجو، انه انا عندي فت فكره انه شلون اصفط هاي المكعبات وابني جسم. فهذا نفس العمليه بالنسبه للتصميم، نفس العمليه بالنسبه هو يعتبر فن. فلهذا انه لازم انه البنات يكونون اشطر باكثر من غيرهم لهذا الموضوع، لان اكو اللمسه الانثويه راح تطغي على الموضوع ويصير بي الشغله بيها انه فن، وروح الفن وروح الانثويه انه راح تطغي على التصميم فراح تتميزون بي. فاني ابدي مثلا افكر انه مثلا شلون اجمع بهذا اللي يقول شلون انه مثلا اجمع وابني شكل. هاي ابسط شغله انه اقدر اني هذه بهذا الاختبار انه انمي اني الفكرة اللي عندي. هاي وحده. بعد انه اني ما كونت هاي الفكره، زين اني شلون احول هاي الفكره اللي عندي واللي جمعتها، شلون احولها على مثلا برنامج؟ هل أنا رأساً أروح أخذ البرنامج التصميم وأبدي أصمم به؟ لا، أكو الخطوة الثانية
الخطوة الثانية أنت عندك هذه الفكرة، الفكرة موجودة إنه براسك، أنا شنو أسوي؟ أسقطها على ورق. فبعد ما سقطت الفكرة على ورق، مو بالضرورة تكون بأبعاد يعني ومسطرة وهيجي، لا، مجرد أني عندي قلم مثلا، أقعد أني أرسم هاي الفكرة رسم على ورقة قبل ما أبدي بأي برنامج. طبعا هذه كلش الطريقة تساعد إنه أني تساعد إنه تشوفني إنه السكيتش الأولي للتصميم. بعدها احنا بعدها انه راح بعد انه ما سقطناها على الورقه، انه راح نبدي نستخدم برامج التصميم حتى نصمم شكل متكامل بالسوفت وير اللي احنا راح نتعلمه، او اللي سهل. اول شيء نبدي مثلا بسوفت وير بسيط، بعدين انه نتطور حسب احتياجنا بالتصميم، حسب، لان هسه احنا برامج التصميم راح تتقسم لعدة اقسام حسب الفيلد اللي انت مختصه به. فاحنا اليوم راح نبدي ببرنامج بسيط وسهل الاستخدام، وكلكم تقدرون تفتحوه وتسجلون به اونلاين فري، يعني ما بي تعقيدات هوايه. فراح ابدي لكم هسه، احنا حكيت لكم عن الايماجينيشن وبعدين انه شلون تسقطون هذا الخيال اللي عندكم على الورق. هسه نبدي بالبرنامج. قبل ما ابدي بالبرنامج، اذا عندكم اي استفسار حول هاي النقطتين اللي ذكرتها، فالكم وقت بالاستفسار قبل ما نبدي بالتينكر كاد. صارت الفكرة زين، افتهمت عليك. هسه راح اشارككم التينكر كاد شلون راح نبدي ندخل عليه. انا هسه انا فاتحته، راح اطلع منه. عندنا انتم اول ما تكتبون تينكر كاد راح يطلع لكم هذا السوفت وير فسينج ان، راح انه هنا راح تدخلون باللي انتم تقدرون انه بحساب جوجل تدخلون بالايميل. انا هنا أنا مثلا اخلي ادخل بالايميل، تكتبون الايميل مالتكم، الباسورد، طبعا طلع عندنا انه هذه الواجهه مال التينكر كاد. طبعا التينكر كاد هو برنامج راح عنده بي عدة أقسام، بي الـ 3D ديزاين والسيركت. إنه إحنا هسه اليوم إنه بما إنه إحنا 3D ديزاين، راح إنه ناخذ القسم الـ 3D ديزاين وناخذ كرييت نيو ديزاين حتى نفتح الواجهة اللي إحنا راح نصمم بيها. هسه واضح كلكم انه انفتحت عندكم الشاشه دي تشوفوها. فراح نبدي، عندنا هذا السوفت وير، هذا هنا هسه الورك بلين، هنا هذا السطح الازرق اللي دا تشوفوه هو هذا اللي راح نصمم عليه. راح نسحب الاشياء هنا، عندنا قسمين من الاشياء، راح تكون الجهه اليمنى والجهه اليسرى. الجهة اليمنى راح تكون بها الأشكال اللي راح نصمم بها، وعندنا عدة أشكال نقدر نستخدمها مثل ما تشوفون هنا. وهنا أول شيء إنه نتحكم بهذا البلين، هذا السطح اللي راح نرسم عليه بهذا المكعب. أكو عندنا يعني عدة اتجاهات، التوب، الفرونت، البوتوم، فراح نقدر أو إنه تتحركوه بهاي الطريقة. بس ترى زحمة عليك، تنتظرين شوي لأن الإنترنت شوي ضعيف. يعني شنو قصدك؟ إنه أقلل السرعة لو شنو؟ بس تنتظرين إنه يحمل الواجهة لأن حد الآن ما محمله. أوكي. أي والله يمي أنا هم. يا ريت بس شوي يعني بطء. تمام. راح أنتظر إنه قولوا لي إنه الشاشة دا تنعرض قدامكم حتى أكمل.
وانتو طبعا تقدرون هم تسجلون بالتنكركات حتى تطبقون وياي خطوة بخطوة. واذا عندكم اي مشكلة حتى اذا عندكم اي مشكلة انه نقدر نحلها سوية. هسه اوكي ظهرت عندكم الشاشه؟ بس بلا زحمه بس بات شويه بدنا نضعف كلش مدى نشوف مدى تحمل عندكم الشاشه مدى تشوفون؟ لا لا وش مدى نشوف؟ شو مدى نشوف لحد الان؟ هاني انفتح عندي البرنامج واضح أنا يميها واضح ظهر الشاشة أوكي يعني هاي إنه أعتقد إنه أكو يعني مشكلة بالنت عندكم فأني راح أحاول إنه بعد ما يجيكم انه راح تشوفون انه الشرح وهي راح تكون المحاضره مسجله فترجعون انه تقدرون انه تراجعون المحاضره. هسه راح انا راح اكمل الشرح. هسه هنا قلنا لكم اللي كانت عندهم الشاشه ما موجوده فهنا هاي الورك بلين سطح العمل السطح اللي راح نبني عليه التصميم. هنا بهذا هاي الاجزاء هنا اللي تشوفوها هنا هاي الاشكال اللي راح نستخدمها بالتصميم. وطبعا هي بها عده اشياء انه تقدرون تفتحوها وتشوفون حسب يعني احتياجكم للشكل راح تبدون تصممون به. هنا التحكم بهاي البلين شلون راح نتحكم به. هنا عندنا هذا المكعب هو مقسم الى توب وفرونت او انه تقدرون تتحكمون به انه تفروه او اي شيء على حسب الديزاين مين تريدون تشوفوه. اكو عندنا زوم ان زوم اوت عندنا انه تبين لك واضح الشاشه او التصميم. هنا انا راح بعدين هسه من اصمم لكم مثلا من نحط قطعه نقدر انه زوم على القطعه بس اللي صممناها او التصميم اللي صممناه. فهسه نبدي بشكل بسيط وحتى انه هذا الشكل انه نشوف الاعازات الموجوده بهذا البرنامج. فراح نبدي انه بالبوكس اللي موجود عندنا شلون نحدد ابعاد هذا البوكس. نسحب البوكس من هنا تضغطون كليك على الكليك على بالماوس وتسحبوه على البلين اللي نرسم عليه. هنا راح تشوفون انه نفرض انه طلع لكم بهاي الطريقه. من راح تضغطون عليه الكليك راح تشوفون بهاي الابعاد الاكس والواي والزد العرض والطول مالته والارتفاع. فهنا عندنا الابعاد بالملم فاحنا شلون راح نغيرها؟ راح نضغط هنا راح تطلع لنا هنا الابعاد فنكتب البعد اللي احنا نريده. مثلا خلينا نقول احنا رايدين مثلا 50 ملم هنا نغيرها 50 ملم. اذا احنا نريده مثلا هو عباره عن مكعب او يكون انه المكعب عباره عن مربعات او مستطيل او حسب انه الشكل انتم اللي تريدون. هنا هم نكتب 50 ملم يبقى عندنا هنا هسه مثل ما تشوفون. أنا أريد مثلا أغير الارتفاع هذا الارتفاع هنا خليه مثلا الارتفاع نخليه مثلا 40. هسه صار عندنا هذا الشكل. زين أنا أريد بالتصميم إنه أضيف بعد إنه
انه اريد اضيف شغله ثانيه وادمجهم مع بعض. مثلا اريد هذا الاسطوانه اضيفها ويا هذا الشكل وادمجه وياه ويصورون قطعه واحده. عندنا شغله هنا أنا هذا السهم المثلث الاسود تقدرون انه ترفعون الشكل، تقدرون تحركوه فهسه تشوفون. قبل ما ادمج الشكل مثلا اني اريد هذا الاسطوانه اني اريدها تكون بس بسنتر الشكل، شلون اني اسويها بمنتصف الشكل او باطرافه؟ احنا عندنا هنا يعاز انه تحددين الشكلين. هنا عندنا الاين راح تطلع لك هاي النقاط السود، هاي النقاط السود راح انه تحددين انه الشكل وين راح يكون بالنسبه للشكل الاول. فاحنا اذا نريده بالسنتر راح نضغط هنا سنتر وهنا هو بالسنتر، فهذا صار عندي هسه هذا انه ضمنت انه الاسطوانه صارت بنص المكعب بالسنتر المكعب الاحمر اللي عندنا. وبهاي الطريقه مثلا انت تريدين تسوي انه كل قطعه واحده يعني جروب واحد، فهنا انا راح تحددي كله راح تسوي هنا عندنا اعاز جروب. هسه تشوفون انه احنا اللون انه تغير هذا اللون كله صار لون واحد. طبعا هنا عندنا احنا كل شكل راح نسحبه نقدر نغير لونه. زين اني انه اكتشفت اني بعد انه ما سويت هيك انه اني مثلا الابعاد مالتي مو صحيحه، اني ما اريده انه يصير كقطعه، يعني هسه اني اذا اغيرها اقدر اغير الابعاد بس ككل. تمام؟ زين اني مثلا اكتشفت انه اني اريد اغير بس بعد الاسطوانه، ما اريد اغير بعد المكعب كله. فشو اسوي؟ هم ارجع احددهم اثنينهم واسوي ان جروب راح ينفتح عندي، هنا راح يصير انه عندنا اسطوانه والمكعب منفصل، فهنا اقدر مثلا اغير بعد الاسطوانه حسب اللي اريده. وارجع مثلا اسويها انلاين اللي هو انه اخليها بالسنتر. تمام؟ نقدر نرجع نسويها جروب. زين احنا اذا نريد مثلا نثقب هذا البوكس، فان احنا شنو الطريقه اللي راح نسويها؟ هسه هاي تعتبر اثنينهم هسه من نضغط هنا اثنينهم سوليد، المكعب عندي سوليد والاسطوانه عندي سوليد. زين قبل اني ما ابدي انه بهاي الخطوه اذا احد عنده اي سؤال. بس هذه الاسطوانه من خليتها تصير عبالك تنخف بالمكعب وما تبين ما تصير فوقه. انت عندك هنا يعني تمام عندك هنا هذا المثلث الاسود تشوفيه فوق، فهذا تقدرين تحركين الاسطوانه حسب الارتفاع اللي تريدين. بس انا بلا زحمه مثلا خليت مستطيل ورا الدائره صارت جوا، يعني إيه؟ مثلا راح تحركيه، راح تحركين الاسطوانه تحركيها بهذا المثلث. عندك مثلث فوق تقدرين تسحبيه حسب البعد اللي انت تريديه تدخليه كله حسب. بلا زحمه ايش في على المثلث هذا هنا؟ هذا الفوق هسه تشوفيه انت. سهم سهم انه هذا المثلث الفوق انه راح تقدرين. اوكي شكرا. لو ايش صح سويته وصار تمام. هنا اوكي راح احاول ابطئ بس وانتم حاولوا انه تطبقون وياي. واذا اكو هنا اذا اي وحده ما فاهمه شيء خلي تسالني عن هاي الخطوات هسه اللي سويناها قبل ما انتقل الإعاز ثاني. الاسطوانه انه اوسطها راح احددهم اثنينهم راح احدد اثنين الشكلين انه احددها، يا اما انه بسحب انه كل اسحب الماوس على الشكلين اثنينهم، او انه راح اضغط على الشكل الاول وشفت الشكل الثاني فراح يتحددون اثنينهم. من تحددت اثنينهم راح يتفعل عندك راح يتفعل هنا الاين هذا الإعاز اللي هنا تشوفوه، او حرف ال بالكيبورد راح تضغطيه
من تضغطين راح تطلع لك عندك هاي الدوائر السود اللي موجودة، فمن هنا أنا راح تحطين الشكل حسب أنه أنت تريدي. راح تشوفين هسه أنه أنا من أضغط على طرف على أول وحدة راح تكون أنه الشكل راح يكون ببداية المكعب. إذا أضغط هنا على بداية هنا المكعب راح يتحرك حسب أنه أنا وين ما أريد، حتى بالارتفاع تقدرين تحددين إذا هو فوق أو جوه جوا او بالنص راح يصير الاشكال، راح تقدرون تحددوها. صار واضح؟ شوفوا اكو شغله انه انت من راح تحركين هذا الشكل، خلي اسحب لكم اياه هنا، من راح تحركون هذا الشكل هنا هسه اني شوفوا انه هو راح يتغير البعد هنا، دا يسجل لكم هنا هذا راح يسجل لكم البعد عن هذا السطح. فاني اذا اريد اخليه صفر، اذا اخليه يعني ملامس للبلين هنا هسه اني سويته صفر. انت اذا طلع لك هو راح اول من راح تسحبيه راح يطلع لك على القاعده يعني ملامس للبلين، فانت ايش راح تسوين اذا تريديه فوق هذا المكعب او بداخله؟ فراح تسحبين كل المكعب وهنا ترفعين من هذا السهم الأسود الفوق راح يبين، تمام؟ وهنا بهاي الطريقة بعدين إنه تحددون الشكلين راح تصير ألاين، راح تسنتروه تسووه بالمنتصف الشكل، وبهاي الطريقة صار هساعدنا الأسطوانة بمنتصف المكعب، تمام لحد هنا؟ أنا أريد أسويهم أنا بهاي الطريقة هسا اللي سويتها. من راح أحرك راح يتحرك المكعب واحد والاسطوانة أقدر أحركها واحد. زين أنا أريدهم كقطعة واحدة، ما أريد إنه ما أريدهم كل واحد يتحرك واحدة، يعني أريدهم إنه يصيرون كقطعة واحدة. فش راح أسوي؟ راح أنا راح أحددهم اثنينهم وأسويهم جروب. يعني ها هسه الإعازة الجديدة اللي أخذته فوق هاي إنه إذا أريد أسوي كقطعة واحدة الشكل راح أسوي جروب. فهسه أنا بهاي الخطوة من أحرك راح يتحركون اثنينهم سوية، تمام؟ إذا اكتشفت أنا عندي خطأ بالقياسات بلا زحمة عليش، أنا ليش يطلع لي الشكل الثاني جوا الأول؟ هو رفعي ماكو مي ماذا يصير؟ حتى من ينزل وراء، يعني إنه أنتم من تحددوه هسه مو راح تحددين؟ مو راح انه راح شنو يعني طلع لك انه هذا الشكل جوا مو او جوا وين يعني انه راح بس يعني تحت نعم خلفه بس اتصور انه الاختلاف بالارتفاع مثلا اذا نسوي المستطيل ارتفاع قليل ونجي مثلا مكعب ارتفاع اقل فيغوص بي ما يبين يمكن شلون نغير ارتفاعات مثلا يساني مربع ما غير ارتفاعه انت ارتفاع مالته مو راح تغطين هنا عندك هاي هذا الارتفاع عندك هنا هاي الطول والعرض عندك هنا وهنا عندك الارتفاع لا قصدي على الشكل اللي فوقه شلون غير ارتفاعه نفس الطريقه انه انت هذا الشكل عندك هنا هم راح تضغطين هذا راح تغيرين ارتفاعه مثلا خليه 70 يعني هاي كل اني سويت هسه شكل نجمه ما طلع لي هذا الارده بس المربع والهذا مو كله يمكن يطلع كلها تطلع بيها انه ارتفاع هسه اسوي لك انه الشكل عندك هاي مثلا عندك هاي هم بيها ارتفاع كلها بيها يعني بيها طول وعرض وارتفاع هنا هسه شوفي هنا أنا تغيرين الطول والعرض مالته وهنا الارتفاع راح تغير اي قصدي ارتفاع يعني كتابه مو برينج مثل هاي المربع والهاي موجوده هيك هذا الرينج الموجود وياها هذا هم بيها كلها بيها كل الاشكال بيها هسه هاي عندك هنا هذا هاي اي هذا هم راح تقدرين ترفعيه هنا راح تحدديها انت من هنا من هنا راح تحددين وهنا اذا تريدين ترفعيها على شكل معين تخليه راح تقدرين ترفعيها بهذا السهم الأسود الفوق. أوكي.
فقلت لكم اكو هنا هسه نسوي جروب. بعد ما سوينا جروب نريد اذا نغير قياس الجروب، انه قلت لكم هو عباره عن سواكه قطعه واحده. فاذا اني اريد افك راح افك الجروب، يعني هسه اني من احركه يتحرك كقطعه واحده، اصعد انزله. سويت قطعه واحده، سويت قطعه واحده، سويت قطعه واحده. شوفي انتبهي هنا، اكو عندك قطعتين انت حطيتيهم مع بعض، تريدين تسويهم قطعة واحدة، راح تحددين الشكلين اللي حطيتيه اللي هو مكعب واسطوانة مثلا فرضا، انه حددتيهم اثنينهم، اكو هنا اعاز جروب تشوفيه فوق او كنترول جي، انه فانه تختاري هذا الاعاز راح يصير جروب. تمام صار هسه معي مال الجروب او مال اللي انفتح البرنامج. شكرا. هلو هسه اني اريد افتح الجروب لغرض مثلا تغيير قياسات او لاي غرض، انه اغير الشكل، احذف شكل، اضيف شكل. فاني شلون مثلا او عندي طلع خطا، فراح احددهم، ارجع احددهم اثنينهم. احنا عندنا اعازين، واحد جروب واحد ان جروب. هنا هسه شنو تفعل عندي؟ تفعل الان جروب. من راح تضغطين عليهم راح يرجع عبارة عن شكلين. هسه تمام لحد هنا، أخذنا إعاز الأنلاين اللي هو راح يوسط لكم الأشكال، أخذت إعاز إنه يحول لك كل الأشكال إلى شكل، يعني القطع إلى قطعة واحدة، وأخذنا إنه شلون نفك الجروب. عندنا شغلة هسه مثلا، أنا أريد هذا البوكس أريد أسوي به ثقب، شلون إنه أحول؟ هسه أنا من أضغط هنا هذا سوليد، ومن أضغط هنا هذا سوليد، وعندنا هنا بهذه الأوبشنات اللي موجودة أكو سوليد أكو هول، فأني أريد أخلي ثقب دائري بداخل هذا المكعب، فشلون أني أخلي؟ راح أحول هذا الشكل إلى هول. زين انا حولته هسه الى هول، هل هو انثقب؟ انه احنا نشوفه انه هذا انا اريد مثلا الثقب يتخلله كله للمكعب. هسه انا عندي هنا، هل هو هاي يعني هاي انه ضمنت انه هذا انثقب؟ لا، لحد هنا لا، لانه انا عندي اوكي انه هذا الشكل صار هول، بس شنو انه هذا بقى شكلين، يعني انه هذا شكل هول هذا شكل سوليد. فشلون راح اسوي؟ من راح اسوي جروب واحد يعني ادمجهم صاروا كقطعه واحده، فهنا شنو صارت؟ عندنا احنا راح يبين عندنا الثقب، وبهاي الطريقه انه حصلنا على الثقب بداخل هاي المكعب. طبقوا هاي الخطوه، واذا عندكم استفسار اي استفسار عليها قولوا لي، او على الخطوات السابقه. العفو اثنين انا عايصيغهم معاي هول، ما عاي يتحدد واحد منهم. بس ما خفت عيدية. انت فكيتي الجروب منهم؟ فكيتوهم. بس يا ريت عيدية. اوكي راح ارجع عيد. هسه عندك انت شكل بهاي الطريقة. فوين تحددين؟ ما تحدديهم اثنينهم. تحددين واحد منهم اللي انت تريدين انه الثقب يكون عبارة عن هذا الشكل. فش راح تحددين؟ انا اريد الثقب على هذه الاسطوانة انه يتخلل، هو هذا اللي اريد اثقب المكعب اثقبه بشكل دائري. فاحدد هنا الاسطوانه واسويها هول. فهنا شو راح يصير عندي؟ هو العباره عن الثقب هو الهول، بس الاسطوانه انه تحددين. بعدين انه احددهم اثنينهم واسويهم جروب. حاولي تتاكدين انه انت بس حددتي الشكل اللي تريدين انه تسوين الثقب بالشكل اللي تريديه، بس هذا تحدديه هول، لا تحدديهم اثنينهم. اوكي هسه شغله ثانيه مثلا اني راح ارجع اعيد لكم اياه، بس عباره عن مكعب ثاني، ما اريد انه الاسطوانه، اريد انه بداخل هذا اسوي بوكس مغلق من تحت ومفتوح من فوق. فايش راح اسوي عندي؟ انه اني هذا اقدر شغله انه اسحب
أسحب بوكس ثاني وخليه بداخله. أكو طريقة أسهل اللي هو إنه أما أسوي كوبي لهذا الشكل. راح أسوي كوبي هنا أضغط عليه وهنا أو تقدرون تستخدمون نفس الشيء بالكيبورد كنترول سي كنترول في. فهنا إنه هذا تكرر عندي الشكل. أقدر راح أقدر إنه أغير الأبعاد حسب الأبعاد اللي أنا أريدها. مثلاً خلي نقول عندنا إحنا هنا هو الأبعاد مالته 54 بواحد وخمسين. خلي أخليهم مثلاً 50 بـ50 والارتفاع مالته أغيره مثلاً أسوي 30 حتى يكون أقل من ذاك. أرفعه و بهاي الطريقة أني هسه مثل ما تشوفون عندي هذا البوكس أريد أخليه بداخل هذا البوكس ويكون إنه عبارة بالمنتصف مالته. يعني هذا الثقب إنه راح يكون بالمنتصف مالته. راح أستخدم نفس الإعاز أونلاين اللي قبل شوية استخدمناه وهنا أنا راح تكون بهالطريقة. فهنا أنا ضمنت إنه هو صار بالسنتر. تمام؟ شقد احنا نريد يبعد عنه؟ راح احنا نلاحظ هنا عندنا راح تشوفون هو لحد هنا واصل. اوكي انه انا اريده بهذا الارتفاع. اسويه هول واثنينهم اسويهم احددهم اثنينهم واسويهم جروب. تمام؟ هيدا هاي الخطوة شلون صارت هيك؟ ماذا يصير عندي؟ الخطوة الفراغ اللي الكوبي الفراغ عندك انت هذا هسه صارت عندك. خلينا نغيره مثلا لونه هذا. خلينا نسوي مثلا لون اصفر حتى يبين عندكم. صار عندكم هسه شكلين. صار عندنا احنا هذا شكلين انه اللي هو البوكس بوكس بداخل البوكس انه راح يصير هذا يعني البوكس الكبير انه لونه احمر والبوكس اللي بداخله هذا اللون الاصفر. انا اريد الفراغ يكون عباره عن هذا البوكس الاصفر اريده هو الفراغ. فايش راح اسوي؟ بس احدد البوكس الاصفر واسويه هول بعدين اجي احدد الشكلين واسويه جروب. تمام؟ إذا عندكم سؤال على هاي الخطوة قولوا لي قبل ما أنتقل للخطوة الثانية. اوكي راح اعيده. شوفوا بنات عندك هذا البوكس. هذا البوكس لونه احنا نريد انه نسوي التصميم مالتنا الفكره مالته شنو؟ بوكس عادي انه مفرغ من الداخل. فشون راح اسوي بنفس الشكل مال بوكس. طبعا انتم احرار بالشكل اللي تريدون تسووه. مثلا بس بلا زحمه عليك قبل ما تكمليها، بس ممكن تقولي لنا شلون سويتي الكوبي وغيرتي لونه؟ لان ما دا يصير يمي بلا زحمه عليك. تريدين الكوبي لو تغيير اللون؟ انه الكوبي الكوبي اول شيء وراها تغيير اللون. يمكن تغيير اللون اسهل بس يمي ما دا يطلع أوكي. الكوبي اوكي شوفي حدديها روحي سوي هنا هي اكو عندك هنا كوبي وبعدين راح تروحين هنا البيست راح يصير. او تقدرون تستخدمون كنترول سي كنترول في بالكيبورد. هسه تمام صارت عندك هاي الخطوه؟ اي تمام عشتي ديك.
اوكي هسه فشنو الخطوه اللي بعدها؟ راح تغيرين القياسات مالته، تسوي مثلا 50 50، ارتفاع 30، تغيرين لونه بس تضغطين عليه. انت هنا راح تطلع لك بالسوليد انه بس تضغطين عليه راح اي لون تريدين انه راح تغيرين. راح ترفعيه وراح تحدديهم اثنينهم، تحدديهم اثنينهم اللاين حتى توسطين الشكل. هسه صار عندك انه هو بالسنتر، فراح تحولين هذا الهول وتحدديهم اثنينهم وتسوين جروب. تمام تمام عاش سيدك. اوكي هسه احنا صار عندنا انه عرفنا نوسط الاشكال مع بعض، عرفنا نسوي جروب، عرفنا نفتح الجروب، عرفنا نسوي كوبي. اكو هسه هنا عندنا شغله راح نسويها، عندنا مثلا خلينا نختار هاي الاسطوانه هنا، انطوها فد ابعاد مثلا قولوا مثلا سووها 80 ب30، الارتفاع خلي يكون 10، عندكم هذا الشكل. احنا نريد هذا الشكل نكرره بزاويه معينه، نحدد هذا الشكل. هنا عندنا الدبلكيت، دبلكيت شنو راح يفرق عن الكوبي؟ هسه مثلا انا اختاري حددت الشكل وضغطت على الدبلكيت، هو تكرر فوقه، فاني راح اسحبه لهذا الشكل واسويه بزاويه معينه. شوفوا عندنا هنا انا خليته بزاويه، زاوية طبعا تقدرون انه تكتبون انه هاي زاوية من هنا، تقدرون تكتبون قيمتها او انتو تحركوها حسب انه انتو تشوفوه مناسب، وراح تطلع لكم هم انه الشكل شو الزاوية قيمتها. هسه عندنا هذا الشكل، فاذا اسوي دبلكيت مرة ثانية، دبلكيت وينها؟ هنا هذا على الجهة اليسار فوق، شوفيها انا هسه مأشر عليها. شكرا. لو راح كل ما تسوين دبلكيت كل ما تضغطين راح يتكرر الشكل بالزاويه اللي انت حددتيها اول مره. وهنا أنا هسه مثل ما تشوفون بهاي السهوله انه سوينا هاي الورده. نقدر كلها عاد نحددها ونسوي لها جروب. فهسه تشوفون انه عندنا هذا الشكل صار. ارجع اعيد. عندي هذا الشكل بس. عندي مثلا هذا الشكل، واني اريد اكرره بزاويه معينه. فايش راح اسوي؟ احدد هنا هذا الشكل واروح على الدبلكيت. من سوي الدبلكيت انه تكرر هو الشكل، اذا انتم هسه ما راح تشوفوا تكرر بس فوقه متكرر. راح تسحبون الشكل اللي متكرر بزاويه معينه تخلوه. هسه اوكي عندنا انه احنا هذا سويناه وبزاويه معينه، فبس ترجعين تضغطين الدبلكيت راح يتكرر عندك بنفس الزاويه. وبهاي الطريقه حصلنا على هذا الشكل. تحددوهم كلهم وتسوون جروب. الزاوية
تحديد الزاوية هسه راح أرجع أعيد لكم إياها. أنا مو حددت هنا، سويت له دبل كيت سحبته. الزاوية عندك شلون تحدديها؟ عندك هذا السهم المقوس، فمن راح تضغطين على هذا السهم تقدرين تفريها بالزاوية اللي انت تريديها، او تكتبين الزاوية. شوفي هنا مثل ما حددتي الطول والعرض والارتفاع، هنا تقدرين مثلا تكتبين 15 مثلا الزاوية، او 45 كيفك حسب الزاوية اللي انتو تريدوها. مثلا نسويها 45، ضبط الشكل اللي عندك وسوي دبل كيت. واضحة صارت الزاوية شلون تحدديها؟ بس حديها مرة لأخ ما الزاوية. أوكي. عندكم هذا الشكل هسه، خلينا عندكم هذا الشكل راح تحددوه، تسوون دوبلكيت، راح تسحبون هذا الشكل. هاي الزاوية عندكم هذا تشوفوه هنا هذا السهم المقوس، انه بهاي الطريقة راح اما انت تحركين الزاوية او تكتبيها حسب ايش قد انت تريدين. مثلا قلنا انه مثلا خلني خليها 45، فشوفوا انه الشكل حسب الزاوية اللي انت تريديها راح تغيرين، راح تجين تضغطين ترجعين دبلكيت، راح يتكرر لك بالزاوية اللي انت حددتيها اول مرة. تمام؟ وسويها كلها جروب. تمام. اكو شغلة هنا انه مثلا اني هسه عندنا احنا هاي الاشكال كلها واضحة، فعندنا هنا اكو شغلة حلوة هنا انه راح يفتح لك واجهة. هسه اذا تشوفون سكريبل انه راح يفتح لكم واجهة انه انتم ترسمون بيها رسم حر، يعني راح تسحبون هذا الشكل هنا. شوفوا طلعت لكم انتم هاي الواجهة. فهسه انت مثلا تريدين مثلا اي شيء تريدين ترسمين او تكتبين مثلا اسم او اي شيء، مثلا حروف عربية تريدين تكتبين او اي شيء، انه راح فراح يتحول لكم بهاي الطريقة انه الى طبعا هذا هنا صار تقدرون انه راح تمسحون الاشياء او تضيفون عليها. فهنا هاي الشغلة انه سكيتش يعني حر، تقدرون انه تصمموه بعدين تسوون دان، انه راح يتحول لكم على البلين تصممون الأشياء اللي تحبوها إذا أنتم تحبون يعني ترسمون أشكال مختلفة. يبقى هسه راح هسه لحد هنا عندكم أي سؤال على الإعازات هنا اللي أخذناها؟ بدون زحمة، إذا مثلا الوردة رسمتيها إذا نسوي لها جروب بس نبقي الخطوط بها، يعني ما تنشال الخطوط ممكن؟ لا هي يعني انه الجروب يعني كبوردر يعني، لا انه هي هاي معناها انه من سويناها الجروب انه صارت انه قطعه واحده، قطعه واحده يعني ماكو طريقه انه نبقيها البوردر. لا راح تصير انه هاي قطع منفصله يعني. تمام شكرا. هلو. يعني ست هذا الكتابة اللي كتبناها نريد نرجعها لذاك اللي كنا نرسم عليه، شلون نرجع يعني ناخذها هاي اللي كتبناها هسه شلون تحوليها الى هاي؟ هي اكو دان بالاخير انه تنهين الامر، فانه راح يصير يتحولش على شفتها. شكرا. هلو. أه
بعد اكو احد هنا عنده سؤال؟ اي اني بدون زحمه بس كلمه جروب وين القاها؟ جروب هنا فوق هسه اشوفك اياها. تحدديهم اثنينهم فراح تتفعل، تحددين الشكلين فراح تتحدد عندك هنا جروب. تمام فوق باليمين. تمام شكرا. هلو بس سؤال. اي تفضلي. شلون بدك تتحكمين بسهوله بهاي المساحه مال العمل؟ يعني انا يعني بصعوبه ده اتحرك بيها. يعني بس بهذا المربع مال توب وفرونت وهذا يلا اقدر اتحكم. يعني انت قصدك شلون ده احركها بهاي الطريقه؟ اي اي اي. بالماوس الكليك الايمن تضغطين وتحركين الماوس. اوكي. تقدرين من هنا بالهم هذا بهذا تقدرين انك تحركيها. اوكي تمام. ست هذا العمل ممكن يصدر الستريتر؟ ممكن انه اي بصيغه الستريتر يا صيغه ياخذ انه يعني احنا هنا راح نقدر هسه اشوفك شنو خزنه؟ طريقه الخزن مالته هنا سبورت سبورت اي عندك انه هنا اس تي ال او بي جي فانت تقدرين حسب انه نختار الصيغه يعني الصيغه اللي تختاريها وتسيفين انه بداخل الكمبيوتر هو اس في جي اس في جي ممكن انه ينفتح بالالستريتر هنا اي اي فانه حسب الصيغه حسب الصيغه اللي تريدين الصادرين بيها راح تختارين الصيغه وتسيفين انه بال احنا مثلا ك نعم يعني هنا ممكن تكملي يعني عمل كامل هنا وبعدين ينعرض كفيديو مثلا يتصدر كفيديو يتصدر هو راح يتصدر لك انه حسب هاي الصيغه اللي موجوده عندك انه راح بعدين انه انت تقدرين انه تشتغلين به بالطريقه اللي تريديه يعني حسب الصيغه اللي انت وين تشتغلين بيها تصدريه وتشتغلين به مثلا احنا هسه بالتريدي برنتر انه مثلا نصدر اس تي ال وراح ناخذه عادل سوفت وير لل 3 دي برنتر ونسوي عليه انه نطبعه تمام وطبعا عندكم انه اكو فقره هنا اكو تصاميم جاهزه بداخل اكو منها اوبن مفتوحه واكو لا فهسه عندكم هنا بس خليني اشوف اسئلتكم قبل الفورم هسه راح ادز لكم اياه وراح ادز لكم اياه بربع ساعه الاخيره وراح تملوه عندكم هنا هسه اكو تصاميم جاهزه بداخل التينكر كاد هي الجاليري راح انه اكو منها اوبن تقدرون تسحبوها واكو لا يعني صاحبها قافلها فهسه تشوفون هنا ممكن انه تاخذون التصميم اللي تريدوه وتقدرون مثلا تعدلون عليه اكو اشخاص حاطيه فري واكو لا اكو اشخاص انه قافلين التصاميم مالتهم فهاي بس للمعلومات انه اذا انه تحتاجون مثلا اشكال معقده يعني اذا فري ممكن واحد يستخدمه يعني ما في حقوق لا هو فري هو يعني لا هو فري هو مخليه انه تستخدميه هو واحد يقدر انه يقفل التصميم مالته ما يخلي احد يستخدمه بس انه تقدرين انه تشوفين مثلا فكرته تدخلين بس تشوفين الفكره بس هو الابو الفري هو اصلا حاططها حتى انه انت تستفادين منه قابل للتعديل اي قابل للتعديل وممكن انه انت تختارين الاشياء اللي تفيدك بي شكرا جزيلا هلو طبعا عندكم حتى بداخل التينكر كاد عندكم مثلا هنا اكو عندنا طبعا عده اشكال راح نشوف هنا
عندنا نقدر انه نكتب جمل كامله او على شكل حروف. وهسه اقول لكم شنو الفرق انه نكتب شنو الفرق انه اذا كتبنا جمل كامله وشنو الفرق اذا جمعنا حرف حرف. طبعا عندكم هاي الاشكال، حتى عندكم اشياء كراسي واشياء انه بالفرنتشر انه تقدرون انه تجمعوها وتسوون بها يعني شيء كامل. هواية اكو حقول انه تقدرون انه راح تختارون انتم بعد انه صار عندكم التنكركات انه تقدرون حسب كل وحده وشنو افكارها وشنو تقدر انه تستخدمها. هسه راح اشير وياكم صورتين ونصمم ونحاول نصممها للصورتين. لا ما خلصت الورشة، راح هسه احنا اني هسه شرحت لكم لحد الان الإعازات، هسه راح اشير وياكم من الباوربوينت انه نختار انه صور ونسوي لها تصاميم. هسه دي ينفتح عندكم قدامكم الصورة. هسه اول صورتين راح نستخدمها مثلا بالاكسسوار، اكسسوار للقلم وحسب انه انتم شنو تريدون تكتبون عليه. والصورة الثانية عندنا هو هذا الخاتم، شكله بسيط انه على شكل ميكي ماوس، او انت اي شكل تريدين تستبدليه بقلوب او اي شيء. شرحت الباوربوينت؟ نعم؟ شرحت الباوربوينت، هاي شلون طلعتيها؟ انا شيرت وياكم هسه الباوربوينت، هسه شوية وراح نرجع للبرنامج، انا بس اشوفكم الصورة حتى انه تقدرون تتخيلون احنا شنو راح نصمم. يعني كلش مهم، يعني اهم خطوه هي بالتصميم انه الخيال، انه انت شلون راح تتخيلين الهاي. فاني اريد اسهلها مثلا عليكم، او مثلا انت شفتي صوره تريدين انه تصمميها فراح انه تعرفين انه شلون تنقلين هاي الفكره وشلون تصمميها هنا عندنا بالتنكركات. هسه اوكي، اول شغلتين راح نصممها حتى تكون ببالكم، الاكسسوار مالت القلم وهذا الخاتم اللي هو على شكل انه مالت الميكي ماوس، او انتم بكيفكم تريدون تحطون نجوم قلوب حسب انه انتم اللي الاشياء اللي ترتاحوا لها. هسه نرجع للتنكركات، نبدي مثلا بالاكسسوار مالت القلم. أنا شلون راح أكتب العبارة اللي أريدها أو اسمك أنتي إذا تريدين تكتبين اسمك. أنا راح هنا عندنا التكست إنه راح أختاره، اختاريته هنا نفت راح تلاحظون انه هنا راح تنكتب. فعندنا هنا راح نحذف هاي الحروف ونحط انه الكتابه اللي احنا نريدها. مثلا نكتب مثلا وحده تكتب مثلا اسمها، هنا عندنا راح الفونت راح تغيرون من نوع الخط حسب انتم يا خط يعجبكم اختاروه. هنا هاي الباقي نقدر نتحكم بها من هاي، او نقدر انه هنا راح نغير الطول والعرض والارتفاع مالته. بس عندنا هنا سيجمنت هي هاي راح تختارون شنو الحده مالت الشكل. وهنا راح تشوفون انه الحروف شلون راح تصير. احنا خلينا نسويها مثلا بهاي الطريقه حتى اذا مثلا بالطباعه راح تكون متصله. او خطوه او طريقه ثانيه انه مثلا تسوين فد مستطيل تحت الاسم يربط كل الحروف. هاي انا احكي لك اذا مثلا انت هذا الحروف صممتيها تريدين تطبعيها. هسه
بس ممكن إعادة سريعة شلون كتبتي لأنه يعني ما طلعت لي. أوكي. نضعيف. وما تروحين هنا تختارين تكست وتكتبين وتختارين مو حرف حرف تختارين تكست كامل وتجيبيه هنا فراح تطلع لك هنا هذه. فهنا راح تحذفين هاي الحروف المكتوبة تكتبين الأشياء مثلا اللي تريديها. واضح؟ لحد هنا؟ تمام عشان تدش. نطلع متصل شلون طلع الاسم يعني كتبنا كل حرف هنا بيفول هنا هنا ده شوفين بيفول هنا هاي راح انه راح تشوفي راح تكون اما منفصله او انت تضخمين الحروف بحيث تكون متصله او خطوه ثانيه انه تختارين هنا نجيب فد مستطيل ونربطهم مع بعض من تحت صارت عندك لا لا ست. اوكي هسه ايش صارت هسه عندكم مثلا عندنا هذا احنا عندنا هذا الشكل اريده يكون ب 90 درجه فهنا انا راح تغيرين هنا الزاويه راح يصير ب 90 درجه اوكي فبعد ما سويتي ب 90 درجه راح تشوفين هنا انا اكو مثلا نص لي جوا ونص لي فوق فانا ايش راح اسوي راح ارفعه من نفس السهم الاسود اللي فوق راح ترفعيه من راح ترفعوه شوفوا هنا عندكم الابعاد هاي هنا هذا البعد هذا البعد راح يبين لك هل هو على القاعده اذا صفر مثلا على القاعده شقد انه ارفعه راح يزداد انه هاي 6 ملم 7 ملم 8 ملم 9 ملم حسب انه انت شنو تريدين انا اريده مثلا صفر ملامس للقاعده اوكي سوينا هاي الخطوه احنا هسه شو نريد نسوي اذا احنا نريد مثلا نحطه داخل قلم ترى زحمت ممكن تعيدي شويه اعيد لك القلب مالت الحرف لو من الكتابه اي 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 لا القلب اوكي راح ارجعه لمكانه هسه عندك هذا حددتي عندك هاي هنا تشوفين هذا السهم العباره عن سهم عباره عن قوس او كيرف اي اي تشوفين فمن هذا اكو هنا راح تطلع عندك زاويه تقدرين تكتبيها وتقدرين تحركين مانوال فهنا تكتبين مثلا 90 شوفي ان صار عندك 90 درجه من هذا السهم الفوق تقدرين تحطيه على البلين اللي تصممين به. هسه عندكم صار هذا، شنو بعد نحتاج احنا نعم. صح ما يعني هذا إذا عن القاعدة إذا يرتفع عن القاعدة بالطباعة الـ 3D يعني شنو فرقه يعني هو راح ينطبع بس الجسم أكو فرق؟ لا راح يصير إنه مثلاً أنت من تستدعي بالسوفت وير مال الـ 3D راح يكون أكو فد بعد أنت طبعاً عندك سيتنج بالسوفت وير مال 3D فتقدرين إنه هم تسوي على الـ يعني بس الأفضل إنه أنت ترسمين إنه على البلين إذا تريدين للـ 3D يعني هذا الافضل بس انه هي بالسوفت وير يعني اللي راح تطبعين به بس مرات مو احنا هنا عندنا فد اعاز الاكسبورت ممكن انت تصدريه مباشره على التريدي يعني هنا على الطابعه انه ايه فعندك هنا حسب لا هنا تحددين تختارين النوع الطابعه مالتك وراسا راح ينقلك على سوفت وير الطابعه مالتك هنا هاي يعني للسهوله هيجي انه مسوين هذا الاوبشن بالبرنامج تقريبا كل برامج الديزاين حاليا ضافوا بها هذا الاوبشن هسه احنا عندنا عن الصوره شنو بقى انه اني اريد اسوي له فتح حلق انه يدخل بداخل القلم عاد يبقى انه حسب نوع القلم وشكل القلم والحلق وممكن انه نسوي حلق مفتوح يرهم على كل القياسات هسه احنا بس تنظيف الحلق ونشوف انه شلون راح نتحكم به نرجع على البيسك شيء
نختار من هنا. اكو عندنا اكو رينج، اكو هذا الحلق، انه كيفكم انتم شنو تختارون. فهنا هذا بي هنا موجود بي سيتنج، ف تشوفون احنا هنا عندنا هذا الحلقه، فممكن انه نغير مثلا بالثيكنس مالته، بالسمك مالته. شوفوا هنا راح نقدر انه نكبره، الثيكنس مالته نصغره. فخلي مثلا نسوي بهذا الثيكنس. طبعا هنا الستيبس انه شوفوا انه هذا مثلا هسه انا عندي اخر رقم هو يكون على شكل دائري، بس اذا مثلا قللناه شوفوا انه اقل شيء انه راح يصير مثلث. اذا انا اريد الشكل مضلع انه هنا انا راح اتحكم به. اوكي، هسه عندنا هذا الحلقة هم نفس الشيء انه احنا نريد نسويه خلينا نخليه ب 90 درجة. سويته هنا هاي ب 90 درجة، اسحبه ومثل ما قلنا انه احنا شلون نحدد انه راح نقدر نحدده هو والاسم كامل والاين، راح مثلا نختار انه وين يكون، نقدر نختار بالنص حسب انتم شو تريدون انه راح تختاروه. هسه نضمن انه هو هذا صار بداخلها، راح نكرره، نقدر نسوي دوبلكيت، نقدر نسوي كوبي بيست، نسحب الشكل، خلي واحد مثلا بالنهاية، نقدر انه هاد الحلقة مع هاي الحلقة. طبعا هنا انه تحتاجون انه مثلا شيفت، انه تحددين الشكل الاول تضغطين شيفت وتحددين الشكل الثاني حتى يكون اثنيناتهم مثلا بنفس السنتر. هنا عندك بين، هسه انتم ثبتوا هاي الحلقات، فايش راح تسوون؟ راح تسووها جروب كامل ويا الاسم. عندكم سؤال لهنا؟ أنا بس فهمت كل شيء وفهمت الحلقات، بس ما عرفت شلون أوقف الاسم. يعني بس أنا هم بس الاسم أريد أوقفه. شوف الاسم هسه مثلاً أنا عندي هسه مثلاً أنا الاسم عندي هسه واقف، أريد مثلاً أقلبه، شلون راح أقلبه؟ هسه شوفوا ما محددة كل شيء، أجي أحدد الاسم، عندي هنا هذا السهم المقوس دشوفوه عندكم، هذا بس راح هنا تقدرون إنه مثلا تسوون 90 درجة وبهاي الطريقة انقلب بهاي بهذا الشكل. تريدين ترجعين إنه تخلي 90 أو أنتي تتحكمين بحسب. صار واضح؟ بس تحددوا عندكم هنا سهم
سهم مقوس راح تضغطون عليه يا اما تكتبوه كتابه للرقم للزاويه او تتحكمون انتم بالزاويه اللي تريدوها. صار واضح؟ سويتوه؟ صار عندكم؟ اي تمام صار عندي يعني. هسه لهنا أنا احنا كملنا هذا التصميم، هسه هذا يعتبر هذا التصميم جاهز انه للطباعة، نقدر نصدره بصيغة STL. راح نختار STL هنا، أنا راح يسيب، راح تلقوه بالداونلود موجود، تقدرون مباشرة تطبعوا. هسه احنا هذا الشكل الأول. الشكل الثاني اللي شفناه بالصورة هو عبارة عن الخاتم. الخاتم احنا شلون راح نسوي؟ راح نجيب مثلا عندنا هاي الحلقة اللي هي مكتوب عليها رينج، ناخذها. طبعا الحلقة من راح تسحبوها، طبعا لاحظوا شغلة انه احنا من اي شكل انه راح نسحبها راح تطلع هنا عندنا سيتنج، حسب كل شكل والسيتنج مالته تختلف. هسه مثلا اني هاي الحلقة دائرية، اني اقدر انه اتحكم بهاي، اقدر انه شوف فراح يتغير هنا الشكل عندي حسب اللي اني اتحكم به. رجعها مثل ما كانت قبل. هسه عندنا هنا هاي الحلقه، تغيرون لونها، تسووها سوليد، او اذا تحتاجون تسووها هول، كيفكم يعني، راح تبقى شغله يمكم. راح نسحبها هنا هاي الحلقة. طبعا الحلقة هم نقدر نغير أبعادها، نسويها مثلا 40، نبقى 40، الارتفاع مالتها خلو انه 5 ملم عادي. هنا هسه صارت عندك هاي الحلقة. زين اني بالصورة اللي شفتها بعد شنو احتاج؟ احتاج دوائر، احتاج دائرتين، او هنا عندنا شغلتين. عندنا يا اما راح تختارين الدائره اللي هي اسطوانه، هذا اول اوبشن، وتخلين ارتفاعهم 5 مثل ما سوينا، وبالابعاد انه 10 × 10 مثلا، يعني بالبعد المناسب او اكثر، خلي 20 تكون ب 20 بالبعد اللي تشوفوه مناسب للحلقه. ونسوي يا اما كوبي يا اما دوبلكيت، فخلي نسوي مثلا دوبلكيت ونسحبه. لا تسحبون بس الشكل، وتقدرون تثبتوها هنا، ثبتوها هنا اوكي. نتاكد انه هي صارت هنا ملامسه الها. فش راح نسوي؟ راح نسوي كله جروب. فاوكي شوفون هسه انه هذا جاهز انه تسووه. بدل انه مثلا نقدر نستخدم هذا نصف كروي، نصف كرة او هيك شيء، الهاف عندنا هسه هنا هذا، تقدرين اذا تريدين مثلا انه شكل مو تكون دائرة يعني فلت، انه تقدرين انه تفتحين هذا الشكل ان جروب، تستخدمين هاي بدالها اذا انت مثلا حابه هذا الشكل اكثر. طبعا عندكم يعني هواي اوبشنات، تقدرون انه تستخدمون اي شكل انه انتم تعجبكم، نجوم، قلوب، اي شيء انه انتم حابين، تكتبون حروف، اي تصميم يجي ببالكم
يبقى كل واحد وفكرته بالتصميم هو راح يستخدم الشيء اللي رايحه واللي يعجبه. هسه هاي تمام؟ بس ممكن الحلقة هذه شلون صارت هيك ألوانها وشلون ضعفت لهالدرجة؟ هي بس راح تختارين الحلقة بيها إنه بيها بالسيتنج. هسا أرجع عيدك يا وشوفيها. اوكي هاي هنا عندك هاي الحلقه انت اختاريت. هسه احنا اختارينا انت تسالين على هاي الحلقه لو هنا على هاي هنا راح عندنا نوعين. لا هي هاي الحلقه صح الاولى هاي الزرقاء اللي استخدمناها لو هاي هذه البرتقالي ليش لما ضعفناها بعدين غيرنا لونها. انت قصدك على الدوائر؟ اي دائره مو لا مو الفوق الدائرة كبيرة مو الدوائر اللي فوق. اي نانا هذا اي هاي الحلقة هاي الحلقة انه انت هاي سحبتيها بس انا بس غيرت التساء. نانا عندك هذه الحلقة راح تسحبيها وتغيرين بالابعاد مالتها. انا بس غيرت الابعاد راح اختاريت انه اختاري 40 مثلا ب40 والارتفاع مالت هاي نانا تغيرت السالفة. نا تختارين مثلاً 40 وتشوفين الارتفاع احنا خليناه 5 للارتفاع او تغيري هاي الحلقة اللي اختاريناها بهذا التصميم. ها تمام عشتيتش لو عيني. خلي اشوف اذا عندكم سؤال. هسه عندكم سؤال على هذا التصميم؟ اول شيء راح هسه ابين لكم شنو الفرق بين التكست وال اذا اختار الحروف كل وحده منفصله عن بعض اللي سالين هذا السؤال. هسه راح ادز لكم الاستماره انه وتقدرون انه بربع ساعه الاخيره تسجلون بيها. عندكم سؤال هسه على هذا التصميم قبل ما انتقل لغير شغله؟ اوكي هسه نجي على شغله انه احنا شنو الفرق بين إذا كانت إنه نكتب بالتكست أو حروف. هنا أنا آني من أكتب هنا مثلاً خلي نكتب فد O R مثلاً هنا هاي هسه من أغير الارتفاع مالتها من أسويها 50 كل الحروف عندي تتغير بنفس الارتفاع. من أغير ما أقدر إنه مثلاً إنه أغير حرف فهنا هاي راح يصير عندي مثلا انه اني هيك راح يصير عندي. زين اني مثلا اريد مثلا اكتب مثلا اريد حروف يعني اكتب فت حروف مثلا خلي اجيب مثلا حرف ال ام مثلا اريد اغير اريد مثلا اكتب مثلا ام قلب ام او ام اي حرف ام او اي شكل بالنص او ارسم فد اي شيء اجيب اي شيء فاريد اخلي الابعاد يعني مختلفه. فاني شنو راح اسوي بهاي الطريقه انه مثلا عندي اني هذا الحرف
شلون اتحكم بالابعاد مالته. هنا انا راح مثلا اكتبه انه خلي مثلا خلي يكون عندي 25 ارتفاع 5 بالعرض مالته 25 وخلي يكون مثلا هنا انا عندي 5. حددت اني هذا الارتفاع 5 زين. اني اريد اروح مثلا اجيب شكل ثاني اخليه يم الحرف، مو شرط انه اكتب بس حروف. مثلا اذا اريد اجيب مثلا قلب احطه هنا. فعندي اني هذا القلب مثلا اريد اني مو سويت هنا انا 5 اريد مثلا اسوي هذا 10 15 كيف يعني على الارتفاع اللي تريدي الابعاد مالته اتحكم فيها. خلي يكون مثلا اكبر او اصغر. هسه هنا تشوفون انه اني عندي هنا صارت اريد مثلا هذا الحرف نفسه اكرره كنترول سي كنترول بي واسحب واحد من الحروف واخليه هنا اخلي هذا الحرف هنا انا مثلا. تريدين مثلا انه مثلا تريدين هذا بارتفاع معين اكثر انه يكون يعني الحروف بشكل تدريجية تطلع عندك الارتفاعات. فبهاي الخاصية انه انت راح تقدرين انه كل حرف انه تخلي له ابعاد مختلفة بارتفاعات مختلفة. تختلف عن تكست انه تكتبين جملة كاملة تعتبر انه راح تاخذ نفس الارتفاع والابعاد كلها ما راح تقدرين تتحكمين حرف حرف. فهنا هذا الفرق بيناتهم. تمام واضح الفرق؟ إذا ممكن السؤال؟ إيه تفضلي. بلا زحمة معلش هسه مثلا هذا الشكل مثل مال اللي مثل الخاتم اللي سويناه. مثلا إذا أريد أسوي على شكل طاق إنه يعني أقص من الشكل فيه شيء خاص ويا لو لا؟ تريدين شنو تقطعين يعني؟ إيه يعني مثلا يصير كأنه طاق مال الشعر. بدل ما خاتم يعني. اي تقدرين انه انت مو جبتي هذا شو اسمه تقدرين انه تاخذين تقدرين مثلا تاخذين انه حسب انه انت الشكل اللي تريدين تقطعيه تقدرين تجيبين مثلا هذا الشكل لحد هنا أنا. وتسوين هذا الشكل مثلا هول بعدين تجيين تسوي جروب مع هذا الشكل الأول. وهاي الطريقة انقطع عندك. واضح؟ أي شكل تريدين تقطعين حسب الشكل اللي تريدين تقطعين تجيبين وراح تقطعين بهاي الطريقة. تمام يعني ماكو خاصية مسح بجزء معين؟ لا 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 هو هاي الطريقة مالته انه انت يعني مو مثل البرامج الباقي السوفت انه تسوين دليت للاجزاء او اكو اعازة رم انه القطع انه القطع يعني. مو نفس انه الترم اللي موجود انه مثلا بالسولد وورك اوتوكاد هاي لا هاي انه تجيبين اشكال تسويها انه لان هم مبسطين يعني مو هواية بإعازاته هواية وتعقيده. هو هذا بالبداية إنه كان يعني بالبداية الفكرة مالته للطفل إنه شلون يتعلم إنه الأشكال والهاي بعدين شوي شوي إنه صار بهاي الطريقة. كلش بسيط يعني هو كعمل يعني هو ما أقولش مساوي بس ممكن يطلع إنتاج مثل 3D Max يعني قريب شوية بشكل مبسط وبسيط جدا يعني. إيه هو إنه الحلو البي أول شيء هو أونلاين فري راح تقدرين إنه تسجلين فيه والمنتج صح. اللي يطلع منه مو بطال يعني انه كل شيء يسوي يعني شغل يعني. اي يعني ما راح انه تحتاجين يعني حتى يعني انا مثلا اشتغل بسوفت وير يعني التصاميم انه بسولد وورك والهاي الاشياء بس مثلا انا استعين به مثلا باشياء هوايه انا استعين طبعا به خواص انه تدرجين صوره وتسوين الصوره 3D يعني به هوايه هم بعد انه تفاصيل احنا ما نقدر نغطي كل شيء يعني اليوم بس تقولون انه مثلا بالبدايه هسه نتعلم يعني نتعلم اشياء بسيطه عن البرنامج تقدرون انتم بعدين تطورون نفسكم او احنا نسوي لكم تدريب مطول. وطبعا قبل ما يعني انسى واكمل انه باقي التصاميم
اكو شغله راح تصير عندنا يعني مسابقه راح تنعلن طبعا على اي او تي ميكر على الصفحه مالتهم، هي للمصممين. راح كل شخص يعني يشوف نفسه انه هو راح يصمم. طبعا راح تصير انه هاي 3 ستيج، انه مثلا يتأهلون مثلا الاحسن تصاميم ممكن هم، يعني راح تنزل لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، بس هي مثل المسابقه. بعدين انه شوي شوي تختار الافضل والافضل. طبعا اللي تحب انه تشارك هي راح تنزل ان شاء الله قريبه، بس انه حبيت انه اقول لكم عليها حتى تخلون بالكم انكم واهس ان شاء الله. بتكون اونلاين يعني تصاميم عام؟ اي تصاميم، اي برنامج انه راح انه انت مختصه يعني تحبين تصممين بيه راح يكون، يعني مو شرط انه تنكر كاد. هو بعدين يعني تفاصيل برامج 3D. اي برامج 3D راح هي هو عن التصاميم يعني بصوره عامه. بعد انه راح يصير انه تفاصيل اكثر راح من يدرج انه راح تشوفون البوست، انه راح تشوفون انه عليه اشياء ان شاء الله. بلا زحمة سؤال زين، طريقة العرض الأخيرة هاي متخليها بقوالب أو صورة جاهزة شلون؟ شنو تقصدين؟ فهمت طريقة يعني يصير مثلا نخلي مثلا هذا المحبس بإيد بنية أو هيك شيء؟ إي إنه هاي إنه أنت راح تختارين مثلا إذا مثلا أنت تريدين تطبعيه، يعني هي هاي هسه الصوره مالت البنيه، هي بعد انه التصميم راح يتسيف هنا، راح انه اي تصميم نريد نسيفه راح نختارين اكسبورت. احنا ك 3D برينتر نستخدم صيغه STL، تحددين STL راح تشوفين هنا ينزل هذا تنزل هاي التصاميم تتسيف، فراح عندك بالداونلود مالت المتصفح راح ينزل الشكل. تبرين عاد انه السوفت وير مال 3D برينتر والطبعي. ها اوكي شكرا. تمام. بس أوكي. ممكن اعرف شلون قطعتي هذا الجزء؟ هذا؟ الجزء هذا اللي قطعناه اللي مالت المحبس؟ اي هو هذا صح. هذا انه بس تجيبين شكل، هسه انا راح اسوي شيء على الحلقه الثانيه. اوكي خليني خلي هاي هسه عندك انت هاي الحلقه تريدين تقطعيها، مثلا تختارين هنا هذا الشكل وتحددين الاشياء اللي تريدين تقطعيها. مثلا انت تريدين تقطعين لحد هنا، بعد انت حسب المسافه اللي تريدين تقطعيها. نفس طريقه اللي سوينا الثقب بداخل البوكس، نفس الطريقه راح تحولين هذا الى هول وتسويه جروب كامل، تحددي جروب. فبهاي الطريقه من سويتي جروب الهول ويا السوليد راح يصير انه هو عباره عن قطعه وحده وانقطع الشكل. صار واضح؟ أعيده؟ ممكن تعيدي لأنه مهم ما عرفت. هسه أعيده. سحبتي الشكل، هنا أنا عندك هذا الشكل، أنت هسه لحد هنا أنا صممتيه. أي تمام. جيبين هذا الشكل، تحطيه مثلاً على البعد اللي أنت تريدين تقطعين به، تمام؟ غطى انه الشكل اللي تريدين تقطعيه. تختارين هذا الشكل اللي اختاريتي اللي سحبتيه تسويه هول من هنا. هذا هنا سويه هول، اوكي؟ تحدديه كله للشكل، حددتي انه هذا الشكلين كله وتسويه جروب. اي تمام عرفت. اوكي خلي ادز لكم هنا. هنا نزلت لكم الاستمارة.
هاي هنا هاي الاستماره املوها قبل ما يعني قبل ما نخلص السيشن، حتى هاي من خلالها راح تقدرون تحصلون على الشهاده مالت المشاركه. وين نلقى هالاستماره؟ هنا موجوده بالشات بعدها مرسله. اللي نزل هو رابط قناة اليوتيوب هسه ستوصلكم. تمام. بس سؤال، هذا السكتش الحر اللي سويتيه بالإيد عشان نغير يعني نتحكم به بلونه أو شيء الألوان هسه أنتي مو نانا هسه نتحكم بها، هو راح يرجع ينفتح عندك هنا، راح ينفتح مثلا إحنا سوينا هذا أي شكل سويتي لدان إنه هنا راح يرجع إنه كأنه شكل أنتي سحبتيه كأنه شكل جديد سحبتيه، بس انه انت راح هنا عاد راح تتحكمين هنا باللون بالابعاد مالته بالارتفاع كل شيء راح تقدرين تتحكمين به. تمام. اوكي اوكي تمام. هسه عندكم اي سؤال قبل ما نروح؟ بس بلا زحمة الاسم ده يطلع اعوج عن السطح، يعني هذا الاسم؟ ايه كلها راح تحاول عاد راح كلها راح تحاولين هنا شوفي عندكم انتوا هاي الزاوية هنا اما راح تقلبين الشكل وراح يبين لك هنا المخطط انه الاتجاه مالت القلب، او هنا شوفي اذا كان بشكل مائل راح تحاولين انه تحاولين على تفري حسب الاتجاه اللي انت تريدين. شكرا. هلو. هسه نروح نشوف انه اشكال ثانيه، هسه نختار لكم اذا يعني تحبون نختار لكم شكل الفلنجه شكل هندسي نطلع شويه من هسه اشوفكم الباوربوينت شنو بيه صور وتقدرون انتم يعني تمارسون التطبيق على التنكركات. هسه احنا اول شيء صممنا هاي القطع، قبل ما اروح لكم على شكل هندسي خلينا نصمم لكم شغله ثانيه. مثلا عندكم هاي هنا هاي كلها تقدرون تصمموها وتطبعوها ك 3 دي. هاي عندكم هاي الاشكال هنا هاي دا تشوفون لو سريع لو دا توصلكم الصور يس بدنا نشوفها. هاي هنا هاي التراتشي او تريدون تسوون تخم كامل انه تراتشي وبلاده وهاي الاشياء. هنا نفس الشيء اذا ميداليات او اي شيء من الاكسسوارات تقدرون تصمموه وتطبعوه. هنا هاي الشغلات تاع
تحت الأكواب تصير، تقدرون إنه سووها بطريقة هنا. هاي الطريقة كلش سهلة، إنه بس عبارة عن مربع وحروف بداخله، أو هنا هو بس دوائر متصلة مع بعض. هنا هاي عندكم، هنا هاي الفازة أو المزهرية، راح هنا عندكم هاي الفازة هم بشكل بسيط إذا لحقناها منصممها، هو بس عبارة عن قلب، وشون إنه نفرغ القلب مثل ما فرغنا البوكس ونثقبها، بحيث إنه هاي الزجاجة حسب القياس اللي عندنا مثلاً تثبت بيه، نحطها بداخلها نثبتها. هنا عندكم هاي، هنا بالتخرج الستاندات اللي تستخدم بالتخرج أو أي شيء، إنه أنتوا تقدرون إنه هاي الأشياء اللي تستخدم بالمهر، ميز المهر والأشياء مالت الطفل، هم تقدرون هاي تصمموها. هسا إحنا نجي على نصمم مثلا هاي، عندنا احنا هاي التراشي بها عدة حلقات وعندنا عدة اشكال، راح نحاول نصممها سوية. كلكم شفتوها تخيلتوا شكلها، حتى نبدي نصمم بها. التصاميم اللي نستخدمها بالسي ان سي هو اي شيء انه انتم راح تصمموه 2 دايمنشن او 3 دايمنشن، تسيفوه بصيغه حسب السي ان سي اللي عندكم، انه شو تحول وش تاخذ. مثلا اكو سي ان سي تاخذ جي كود، اكو سي ان سي تاخذ دي اكس اف، اكو حسب انه سي ان سي شنو الصيغه اللي تستقبلها، راح تسيفوها بهاي الصيغه وتاخذها. والسي ان سي اكو قطع 2 دايمنشن، اكو 3 دايمنشن، اكو برنامج اسمه اسبايرا يساعدكم بشغلة السي ان سي. ست عفوا، اكو طابعات منزلية يعني؟ طابعات 3D؟ اي نعم. اي طبعا، يعني اقصد حجم صغير يعني ممكن انه نستخدمها. اكو 10 سنتيم ب 10 سنتيم، اكو 5 ب 10، اكو كلش صغار واسعارها كلش مناسبه، يعني تقدرون انه تشتروها. يعني تقريبا زقد حدود، يعني بحدود اعتقد يعني جزء ورقتين ثلاث ورقات هيك شيء يعني. زين، والماده اللي يعني اللي نستخدمها بالطباعه بلاستيك او شنو يعني، او هي يعني فايبرات خاصه؟ هي حسب نوع الطابعة، بس احنا الطابعة الحاليا اللي متوفرة واللي اكثر استخدام هي نستخدم البلاستيك. البلاستيك بينا انواع BLA ABS، حسب تجي على شكل رولات، وهاي الرولات انه تستخدم. ان شاء الله نسوي لكم فت سيشن ونحكي لكم عن الاجهزة وعن 3D برينتر وعن والله. يعني مثلا هسه هاي مثلا التراتش يعني هاي ببلاستيك يعني نطبعها؟ هاي بلاستيك موجود، يعني تطبعيها. هواية اكسسوارات هي بالبلاستيك انه تنطبع، وطبعا انه بعد البلاستيك انه تقدرين انه تصبغيها باكريليك اذا مثلا انه الالوان. وطبعا هو البلاستيك مو لون واحد بالطابعة، حسب انت يا لون تحبين انه راح تقدرين نعم تشتري. تمام، هسه احنا العفو الدليلي، هسه احنا تفضلي. بس من أسوي مثلا يعني شو في أصمام مثل المحبس أو هاي هسه صممتها بعدين من أنقلبها هاي توب وفرونت يطلع مو مضبوط، يعني من أسوي منها يطلع مضبوط بعدين من هيك يعني أنقلبها يطلع الشعبات مو مضبوط. يعني شلون تقصدين؟ إنه هسه أنت من تشوفيه من كل الجوانب المفروض إنه بهاي الطريقة راح يطلع لك؟ لا أصلاً يعني مو أسوي، أخاف الزاوية يعني، أخاف الزاوية مالتك إنه أنت مثلا ما حاطته بزاوية صحيحة يعني، أو بس هو من خلينا على هاي كذا أباك مال ميكي من أبا علي يعني أوكي مكانه، بعدين من قلبت أشوفه من غير جهة طلع لا مو مضبوطات.
تقصدين انه مو مضبوطه مثلا بها ارتفاع عن القاعده او بزاويه معينه راح تصير انت شوفي راح تقدرين تعدلين عليها. اذا زاويه مثلا مفروره هسه شوفي اني هيجي انه مثلا او اقدر انه اذا راح يطلع لك بهاي الطريقه هاي كلها راح تتحكمين بها بالزاويه اللي عندك تقدرين تعدليه تقلبي تصعدي فوق اذا بدك تشوفين به انه فد بعد انه تقدرين انه انت راح تصعدي تنزلي كله راح تقدرين تتحكمين بها. تمام تمام اي تمام. هسه نبدي بتصميم الحلقة اللي شوفتكم صورته بالوقت اللي باقينا. هسه شوفوا احنا الحلقة اللي شوفت لكم اياها بالصورة اول شيء راح نختار حلقة واحدة هنا عندنا هاي الحلقة راح نغير بأبعادها مثلا خلي نخليها 50 70 هنا راح نغير هذا الثيكنس لان كلش هواي مثل قبل شويه من غيرنا الثيكنس خلوا مثلا 0.67 هيجي انه غيروا هذا فهسه تشوفون هنا عندنا الحلقه هسه صارت عندنا هاي الحلقه بالابعاد اللي تريدوها حسب الحجم اللي انتم تحبوه تقدرون انه تحددون هاي الابعاد مالته نقدر نكبرها بعد شوية حتى تكون واضحة قدامكم. هسه عدنا هاي الحلقة شلون راح نكررها شنو أخذنا إنه راح نكرر بزاوية راح الدبل كيت هو اللي راح يكرر لنا بزاوية راح نسوي لها دبل ونسحب هاي الحلقة اللي سوينا لها دبل وبزاوية راح نخليها بزاوية مثلا 60 زاوية 60 راح تخليها تسحبون هاي هنا الحلقة من حددنا احنا اول زاوية بس ناخذ لها دبل كيت مرة ثانية راح تاخذ لنا انه تكرر لنا اياه بالزاوية الاولى اللي حددناها وبهاي الطريقة راح تحصلون على هذا الشكل تمام؟ شنو باقي انه عندنا احنا عندنا مثلا دائرة راح نختار هنا الاسطوانة ونسويها ارتفاعها مثل هذا الارتفاع هنا هنا ارتفاع 9 راح نجيب هنا هاي الدائرة خلينا نخلي الارتفاع 9 حتى يكون نفس الارتفاع هسه تشوفون هي كلها صارت نفس الارتفاع. زين انا اريد اضمن انه هاي صايره بالسنتر. فشنو اسوي؟ راح اخذ هذه الدائره واضغط شيفت واحدد الحلقه ونروح على الاين واخليها بالسنتر. هنا هسه انه نخليها ملامسه راح نخليها ملامسه لكل مكان حتى اذا طبعناها ما راح يصير اكو خلل بالطباعه. اوكي؟ فهنا هسه شنو نسوي؟ نحددها كلها ونسويها جروب واحد. وقت عندنا اما نختار هاي الاشكال الدائريه اللي موجوده على كل حلقه يا اما نختار هذا الشكل اللي هو عباره عن كره او نختار نفس الشيء السلندر اللي هو ونقدر نسويه عباره عن دائره
هاي انه مثلا نخليها بارتفاع 9 اختار 10. طبعا هاي تبقى حسب كل وحدة واختياراتها، اذا انه هي مثلا تحبها تكون بارزة او تكون نفس الارتفاع. تمام ناخذها نفسها ونسوي لها دوبلكيت. ونحط مثلا وحده هنا هاي الطريقة. تبقى هنا إذا أنت مثلا تريديها ونسويها مثلا كلها جروب واحد. فهنا تبقى انه هاي الحلقة انه نقدر نسويها يا اما حلقة نحط او اي شكل انه انتم تحبون، مستطيل اذا حسب تريدون انه مثلا طويلة تنزل من الاذن، او ترسمون هنا شكل وتثبتوا بها مثلا هنا. خلينا نرسم هذه مثلا، خلي تكون عبارة عن هيك شيء. راح نسوي له دان، ناخذ هذا بارتفاع 10 9 نفس الارتفاع نخليه مثلا، ونجيبها نجيب هذا الجزء نثبته. نسوي جروب واحد. أو تحطون حلق، وأكو مثلا إنه بعدين تثبتون بيها الشنغال أو أي شيء، إنه حسب إنه أنتوا اللي ترتاحون بيه. هسه عندكم أنتوا الاستمارة هنا، أنطيكم وقت تملوها للاستمارة اللي موجودة. عندكم سؤال؟ بس بلا سحب فقط انه اذا اخذ صورة وارجع اعدل عليها بالبرنامج شلون؟ هاي هنا أنا بالامبورت، يعني شنو تقصدين انه مثلا صورة وانا مصممتها بغير برنامج وارجي مثلا بهذا اريد اكمل في الشغلات شلون اكمل عليها؟ شوفي انه هاي ما انا عندنا صارت شغلان. انت تريدين تعدين صورة لو تريدين تعدين تصميم 3D؟ اذا تصميم 3D عندك مو هنا اكسبورت، اكو امبورت.
راح تضيفين التصميم اللي تريدين تعدلين عليه. لا صورة مو تصميم 3D، هو ما راح يعدل صورة هذا البرنامج. يعني هنا هذا الامبورت انه انت راح انه تختارين الفايل اللي انت مصممته او اللي انت تريدين تعدلين عليه، مثلا حسب انه انت اذا اكو فايلات انه تقدرين تستدعيها للبرنامج. فهنا بالامبورت انه راح تقدرين اوكي، يعني الا من 3D او سوليد وورك او يوتيوب الا برامج 3D. اي يعني انه هو هذا من اشكال 3D، فانه انت تريدين تعدلين على شكل 3D تقدرين تسوي له امبورت وتستدعيه هنا، مو تعدلين تعدلين بس انه مثلا تضيفين عليه او تغيرين ابعاده او هيك شيء، راح تاخذيه بالامبورت انه انت راح تستدعيه. بالاكسبورت راح تصدرين التصميم وتسيفيه بالصيغه اللي انت تريديه بالاكسبورت. اوكي شكرا. هلو زين، هو هذا نفس البرنامج اللي يكتبون اي على التيشيرتات التصميم هاي ال 3D لو غيره؟ ذاك راح اللي كتاب على التيشيرتات هو عبارة عن صورة وراح يصير طبع حراري وتصير على التيشيرتات. ذاك فوتوشوب الصور بس، يعني ديك صورة عادية مو تصميم يعني 3D. هذا هنا تطبعين بيه تسوين بيه مجسم، يعني مثلا انت مثلا اشياء مثلا كوب تريدين تصممين كوب، انه انت هنا تصممين كوب راح انه بعدين من تطبعيه هو كوب حقيقي راح يصير. الاكسسوارات مثل هنا هاي تراشي، من صممتي هاي تراشي تطبعيها تطلع تراشي انه حقيقيه، يعني انه راح تصير التصاميم على اشكال مجسمات. بس عفوا ست، يعني ممكن نصمم بيه ونحوله على مثلا الالستريتر؟ إيه راح يصير هم من يتحول ممكن انه بعدين يعني يصير على التيشيرتات او غير شيء كصوره 3D. يعني تقدرين تصدريه بشكل انه صوره حسب التصميم، اذا مثلا انه تصميم انت عجبك وتحوليه على شكل صوره وتسويه. بس انا لانه راح يكون 3D. اي بس شكلي. اقصد هنا كمجسم اني هنا شنو استخدمه اني بحوله الى مجسم حقيقي بال 3D بالكار باي صيغه. صح بس هو تقريبا نفس شغل الاوتوديسك اللي هو هاي تابع للاوتوديسك. تابع للاوتوديسك يعني ايه ما مشتغل عليه بس ماخذ يعني فكره عنه نفس الشيء. هي كل برامج هو كل البرامج يعني راح تختلف الاعازات مالتها، بس هي بالنتيجه انه النتيجه النهائيه راح انه تكون لك مجسم. فراح انه مثلا انت حسب شغلك، مثلا هسه برامج التصاميم للمعماري راح بيها اختلاف شويه عن تصاميم اللي تستخدم بالاشياء الميكانيكيه. بالاشياء اكو مثلا برامج تصميم تعتبر مثل برامج النحت، يعني مثل الاشياء النحت انه يجيبون مجسم وينحتون به بادوات معينه. فراح انه تختلف حسب انه انت الفيلد اللي تريديه. بس هو هذا البرنامج تنكركات كلش سهل، وانت اذا تريدي اذا يعني باديه تصميم ابدي مثلا بالتنكركات وشوي شوي انه مثلا انتقلي البرنامج ثاني، او ممكن انه انت يعني يفي بالغرض انه التنكركات بالاشياء اللي تريديها. هو اي كلش سهل وواضح. اي فانه تقدرين تطورين نفسك بيه بعد انه تسوين اكو مجسمات انه تسوي لها يعني اكثر من جزء وتركبيها، انه فهوايه حلو يعني راح يفيدك انه كمبتدئه بالتصميم. اي سؤال اي شكل تريدون اصمم لكم اياه؟ او دا تريدون تملون الاستمارة؟ اي شيء ما فهمتوا نرجع نعيده؟ بس هذا الشكل مال الحلق انا كملته كله،
هذا الرسم، بس بقى عندي الفوق هذا اللي يدخل بالإذان هذا وين ألقاه؟ هذا شلون أصممه؟ هذا بكيفك، إنه أنت هذا الشكل شنو تريدين الشكل اللي تحطيه، بس إنه تقدرين هذا إنه إحنا رسمناه يعني رسم إيد. زين شلون أرسم رسم إيد؟ أنا نعم عندي شغلة سلقي يعني عازدة تشوفين هسا أرجع عيد الشيء. عندك انت تشوفين بال انت موجوده هنا هسه عندك بالبيسك شيبس كرابل نانم، هاي اللي هي الخربشه انه هذا الشكل مو منتظم، راح تسحبيه هنا راح تطلع لك واجهه، هاي شنو راح تقدرين ترسمين بيها الشكل اللي تريديه، يعني انه فري انه انت ترسمين، مثلا انت تريدين ترسميه بهذا الشكل انا رسمته او اي اشكال تريديها انت، راح تتحولك هنا شوفي هنا راح تتحول الى مجسم سوين دان، تجين هنا تتحكمين بالابعاد مالته وتحطي وتحركي مثل اي شكل انه انت استدعيتي. صار واضح؟ ماشي تمام واضح. زين بلا زحمة سؤال، هالفترة هاي شنو اللي طلب علي بهذا البرنامج؟ من عدا إن المشاريع الحط الحرة هاي الطباعة الحرارية والسؤال شنو؟ شنو يعني شنو الطلب؟ إنه شنو راح إنه تستفادين منه إنه مثلاً إنه تتعلمين أو تصممين؟ أي يعني هو أوكي مجال حال السوليد وورك هاي 3D، بس هسه إنه طلب السوق عليه شنو؟ هو انت هو هذا البرنامج يعني شوفوا هو فكره التصميم ب يعني ما يخصها انه انت يا برنامج راح تستخدمين، هي فكره التصميم راحت يعني هي حاليا صارت اكثر من قبل انه مرغوبه، بالوقت اللي راح يجي راح تصير بعد اكثر، انه راح نشوف انه راح تصير اكو ثوره بهذا الاتجاه، باتجاه التصميم، باتجاه الطباعه ال 3D، باتجاه البرمجه، راح نشوفه هوايه يعني انه الانسان يعني راح تصير انه تتحكم اجزاء هوايه من الوظائف راح تكون هذا الجزء، فلهذا انه احنا بدنا نحاول انه مثلا نقويكم بهاي البرامج انه اللي بيها كلش مستقبل، فانت تبدين مثلا بهذا البرنامج انه تروحين الغير برنامج تصميم، بس هو فكرة التصميم هي كلها راح تصير انه كلش مرغوبة، راح تنفتح مثلا لها وظائف معينة، راح تنفتح لكم مسابقات وتتنافسون بيها، وعلى ممكن انه ممكن الشخص اللي مثلا انه مميز بهذا الفيلد انه راح يلقى تعيين، يلقى شغل بهذا المجال، يعني اكو بي شغل انه تقدرين انت كشغل حر تقدرين انه مثلا تفتحين البزنس الخاص بيك بالمجال اللي انت تحبي وتشترين طابعه مثلا وتطبعين وتسوين هاي الاشياء. تقدرون ثاني شغله اكو عندنا مثلا يعني بعيدا عن نشتري طابعه ممكن انه مثلا مكلفه او هيك شيء، يعني احنا بسبب هذا الوضع مال الكوفيد 19 اللي صار كورونا اللي صار فشويه انه ما نقدر مثلا نسوي، بس انه عندكم مثلا اي او تي ميكر انه راح يكون عندكم ميكر سبيس ويعني وكوور كامله راح تقدرون انه وراح يصير بها عضويه، راح ان شاء الله يعني انه هاي الازمه تخلص، فمثلا انه ايش قد ما تقدرون مثلا اني اطور هسه نفسي بالاشياء اللي اقدر عليها، مثلا اقدر يعني اقدر اطور نفسي بالتصميم، اقدر اطور نفسي بالبرمجه، إذا أنا قدرت أطور نفسي بعدين إنه مثلاً ممكن أني أكون عضوة بالميكر سبيس،
انه هاي راح تتيح لك انه مثلا تتعلمين عاد على الاجهزه ال 3D. ممكن احنا نسوي لكم سيشنات اونلاين عن ال 3D برنتر، الليزر كتار، السي ان سي، بس انه اقصد كتشتغلين بيدك وتتعلمين انه انت قاطعه شوط يعني مو قليل، انه انت من تتعلمين التصميم انه راح بس تبقى انه تنفيذ على الاجهزه. اي طبعا مش التصميم. اي فانه انت راح هذا راح 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 كلش راح يفيدكم. ثاني شغله انه راح تقويكم بحيث انه يعني اني مثلا اريد انه تكسرون حاجز الخجل والخوف عندكم مثلا، وتعبرون عن ارائكم وتعبرون عن الفكره اللي عندكم، سواء كانت بالتصميم، سواء كانت بفكرة بيزنس إنه عندك، إنه تطلقين بيزنس مالتك، مشروعك الخاص، حتى ما تكون إنه مثلاً عندك عقبة إنه أني درست وتخرجت، ممكن إنه حتى إنه أنت مو بمجالك، يعني مثلاً إنه أنت خريجة مثلاً الأقسام الأدبية وتحبين إنه أنت هذا التصميم، تحبين الرسم، تحبين أكو مثلاً بنات إنه تحبون يعني تحب الرسم وتريد تحول هذا الرسم مثلاً الأشياء 3D واقعية وتحولها إلى أشياء مثلاً مستخدمة. فهنا أنت عندك هاي يعني عندك إنه راح تصير قوة بهذا المجال، تقدرين تتعلمي وتقدرين تفتحين بزنس خاص بيك، تقدرين تنافسين بي أقرانك. فلازم إنه نكسر إنه هاي شغلة الحاجز إنه نخجل أو نستحي نعبر عن فكرة، مهما كانت عندك فكرة بسيطة إنه حاولي إنه تعبرين عنها، حتى لو ممكن إنه أنت راح إنه مثلاً إنه مثلاً الفكرة اللي تقوليها أو شيء راح إنه مثلاً الحواليك يقولون هاي مواقعية، هاي إنه تحلم أو 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 أو, أو يستخفون بالفكرة مالتش، أنت لازم إذا أنت مؤمنة بيها لازم تحققيها تثبتين نفسك بهذا المجال. يعني إذا رسمنا شخصية يعني إنسان يعني شخصية حقيقية وتحول 3D بي، يعني قصدك إنه نطبعه؟ طبعًا هو أكو إنه مثلًا أكو برامج قلت لكم مثل النحت راح تحاول. إيه مش يعني قصدي نحت. أكو برامج. مو بالضبط، مو بالتنكركات إنه مثلًا تصير إنه هاي الشغلة، بس ممكن إنه أكو برامج مختصة إنه تصير بها النحت. وأكو شغلة ثانية بالإضافة إنه للبرامج أكو عندنا مثلًا ال 3D سكانر. ال3D سكانر إنه راح يقدر يأخذ لكم مسح عن الشكل، وهم راح نحوله للسوفت وير نعدل عليه أو هيك شيء ونطبعه، راح تكون على شكل الإنسان على مجسم. فهي بيها هواية مجالات واسعة، يعني لا تعتقدون بس إنه هو هذا مجال منحصر بفيلد معين، أو راح هذا كل ما تدخلين بيه راح إنه تلقين بيه هواية مجالات حسب عاد بعد أنت اللي تحبيه راح تتخصصين بيه. اي طبعا هذا برنامج حلو هم يسهل. اي وهذا انه يعني اني يعني حلو انه مثلا وحده تبدي بي، او حتى يعني مثلا اذا تعرف غير برنامج مثلا مو تصميم وهاي، بس يطلع حلو اشياء حلوه تطلع يعني، واشياء انه تجذب يعني وتسوي واهس انه واحد يستمر ويصمم بيه. احنا بعد ننتظر منكم يعني انه تصممون ونشوف تصاميمكم وحسب افكاركم، وقلت لكم اكو مسابقه هم تقدرون تسجلون بيها. شلون يعني احنا ممكن نتواصل وياكم بعد شلون لكم التصاميم؟ تقدرون انه مثلا انه تحطوها ستوريات وتشيروها او هيك يعني تشيروها ويانا راح نشوفها. وشغله ثانيه تقدرون انه الاشياء اللي دا اذكر لكم اياها راح موجوده على الصفحه. احنا طبعا موجودين يعني الميكر سبيس موجود انه بغداد ايوتي ميكر موجود باربيل فيلد ريدي اربيل ميكر سبيس بالموصل اكو موصل سبيس اكو طبعا هوايه يعني اكو بالبصره ساينس كامب فكل وحده حسب المحافظه اللي هي بيها. هاي طبعا من ينفتح الحظر وترجع يعني تروح على الوضعية تقدرون انه راح تقدرون انه تحضرون تدريب يعني راح تقدرون تحضرون بالميكر سبيس وتقدرون انه تاخذون عضوية بالميكر سبيس. مثلا العضوية شنو راح تفيدك انه انت تكوني ممبرشيب بالميكر سبيس؟ مثلا انت عندك فكرة بزنس واني يعني اني اكو عندي بنات وبالميكر سبيس انه من تدريب بعدين فتحوا بزنس خاص بهم وهساعدهم هم شغلهم الخاص، صاروا انه هم البنات انه كان شغلهم هاند ميد،
حياكة، تطريز، رسم على الخشب. فبعد تدريب انه صرنا انه نعشق انه مثلا الحياكة بقطع من الخشب مثقوبة بالليزر كتر، او مثلا اكسسوارات مطبوعة بال 3D برينتر، وصار الممبرشيب انه هي راح تكون عضوة بهذا بالميكر سبيس، راح انه تقدر انه تشتغل بالأجهزة لها طبعا اوقات، كل جهاز الى وقت فري، وإلها انه هي يعني تحدد الوقت بيناتهم بين الاعضاء انه الشغل بالميكر سبيس، حتى إلها حق مثلا تأجر الميكر سبيس وتشتغل هي براحتها، او تريد مثلا مساعده من عندنا راح نساعدها، بس هو شغلها الخاص يبقى، بس انه تستخدم الاجهزه اللي موجوده. بس الاستماره حتى قبل، اذا اكو وحده بعد ما مسجله بالاستماره، لان شهاده المشاركه على هاي الاستماره. ست عفوا، عندكم فرع بسليمانية؟ بسليمانية راح نفتح اي بسليمانية. اي والله يا ريت ان شاء الله. انتوا دائما يمكن كنتوا تسوون همين هو على 3D ايفنتات دائما. اي باربيل صح؟ اي باربيل ميكر سبيس، انه احنا هم نسوي فيلد ريدي، احنا كنا هم نسوي، ونسوي كنا سيشنات للبنات خاصة بالبنات، كانت انه هم شلون يعشقون الهاند ميد وشغلهم ويا الاجهزة، يعني اللي هي ليزر كتار، 3D برينتر، واللي مثلا اغلب البنات انه تعتقد انه مثلا هو هذا انه الشغل مثلا منحصر انه بس للولد، هم بس يشتغلون على السي ان سي والليزر كتر، وهاي يعني فكرة كلش خاطئة. مجالاتكم كلش واسعة بهذا الشيء، تقدرون تفتحون البزنس مالتكم، تقدرون تتعلمون، وممكن تنفتح لكم فرصة عمل. يعني احنا اصلا على هذا الاساس انه احنا اشتغلنا بهذا المجال بسبب انه معرفتنا بالتصميم بالاجهزة اللي موجودة. انا حاليا كتكنيكال يعني. اكو قياسات ستاندرد للتصاميم؟ قياسات يعني انه ستاندرد على حسب شنو انتي اول شيء. يعني مثلا هسه مثلا اذا ما عندي طابعه واريد يعني مثلا انطي، يعني اسوي تصميم وانطي مثلا الاشخاص بس طباعه، يعني شلون اقدر احدد القياسات المضبوطه حتى يطلع مضبوط الشكل؟ يعني القياسات اول شيء اكو مثلا انه انتي المكتب، المكان اللي تريدين تطبعين به، انه تسالين يعني صاحب المكان انه شنو الابعاد اللي متوفره عنده بالطابعات، هاي وحده من الاشياء. ثاني شغله ممكن انه اذا انت مثلا محتاجتها بقياس معين، فبهاي الحاله شنو راح تقدرين؟ راح تقدرين انه مثلا اذا ممكن يتجزا وبعدين يصير انه لصق بينه، او اكو مواد معينه انه راح تلصق ل3D، او جوينتات بالتصميم نحط اذا هذا كان الشكل كبير ونريد نجمعه. فانت حسب اذا شكلك يصغر، وحسب انه البرنترات اللي موجوده، اكو برنترات الى 70 سنتيم توصل اكثر، فتبقى حسب المكان. يعني اكو اللي تقوم بمثلا مع الاعلانات، هي هذه اللي احجامها يمكن كبيره، الاعلانات. هسه انت راح تحكين على ال 3D برنتر لو على الطابعات اللي تطبع بوست بوستات؟ انه لا لا، مو البوسترات، لا الاعلانات المجسمه. انه اي فانت حسب انه هاي، فحسب المكتب او حسب المكان اللي انت تطبعين به. مثلا انه تريدين تطبعين انت ببغداد، تريدين تطبعين يم اي او تي ميكر، تتواصلين وياهم الطابعه ايش قد ابعادها، وتصممين التصميم مالتك وتدزيه، فهنا راح يطبعوا لك على الابعاد اللي انت تريديها. تمام، شكرا جزيلا. هلو، احنا الوقت هسه خلاص مالت السيشن، بس اذا ان شاء الله يعني انه عندنا بعد دروس قادمه وسيشنات جايه، وعندنا سيشن هنا اكو بنيه سالت تريد تتعلم سوليد وورك، دا اشوف هنا بالشات. عندنا
فتحنا موجودة حتى بآيوتي ميكر إنه الإعلان عن دورة سولد وورك لمدة 6 أسابيع يكون يومين بالأسبوع راح يكون فتقدرون تسجلون بيها. طبعاً راح ناخذ بالبداية بس 20 اسم. على التنكركات وعلى الديزاين إن شاء الله راح نكررها وراح نعلن عنها وراح تشوفون الإعلان. الاسم هنا عدة استمارة يعني أكو سيشنات حصير ولا لا بس أكو سيشنات حصير على تخص البرمجة. اي راح موجوده هم سيشنات تصير على البرمجه. تابعوا الصفحه وراح تشوفون الاعلانات اللي راح تنزل. تقريبا كل اسبوع اكو سيشن عندنا. وطبعا اكثر من ميكر سبيس تقدرون انه تشاركون اونلاين. كل الميكر سبيسات دا تنعلن عن سيشنات بس عددت لكم لان اونلاين فتقدرون تشاركون ويا بغداد ويا اربيل ويا الموصل. ست ممكن بدون زحمة تحطوا لنا روابط كل الأفرع مالتكم كل الفروع؟ هو أصلاً بالآي تي ميكر أنتم من راح تدخلون أصلاً هم دي شيرون ويا أربين ميكر ويا أربين ميكر سبيس ويا موصل سبيس فمنهم تقدرون تدخلون. وهسه إذا أنتم عندكم يعني أكو جروب هسه راح على الواتساب. نعم على الواتساب راح يحطوا لكم الروابط. يعني اتمنى ان شاء الله استفاديتوا اليوم واستمتعتوا بهذا السيشن وان شاء الله راح نكرركم السيشنات. وكلش انا سعيده بوجودكم وان شاء الله راح نلتقي بالحقيقه ونشوف بعض ونتعلم من بعض اكثر. وكلش انا ممنونه لحضوركم والتزامكم. انا كلش اشكركم. شكرا جزيلا ست وهاي تعبناك. الله يجزاك خير ان شاء الله ويبارك فيك. دللي 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 دللي